بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا. بالبداية أود أن أشكر الأساتذة المشرفين على المسابقة لهذا اليوم، وأتمنى من الله النجاح لنا ولجميع المستمعين والمشاركين أيضا من زملائي الطلبة من العراق ومن خارجه. دعوني أعرفكم عن نفسي. أنا دعاء علي زوهان، سوف أقدم لكم البحث الذي تم العمل عليه من قبلي ومن قبل زميلاتي بدور بدر وفرقان أمجد بإشراف الأستاذ الدكتور حسن مكتوب جبر الطائي من جامعة المثنى كلية العلوم قسم الفيزياء. عنوان البحث هو Next تأثير الفيض المغناطيسي على غشاء بوليميثيل ميثا أكريلات الذي يرمز له بالرمز BMMA والمشعر بجسيمات ألفا. المحتويات: أولا سوف نبدأ بالتحدث عن أهداف البحث، ومن ثم سوف نستطلع على مقدمة بسيطة حول أساسيات البحث وطريقة العمل، وبعدها سوف نعرض إليكم الحسابات والنتائج التي حصلنا عليها وتوصياتنا لهذا البحث. Next. من أهداف هذا البحث هي أولاً دراسة تأثير الفيض المغناطيسي على غشاء BMMA، ثانياً دراسة تأثير جسيمات ألفا على غشاء BMMA، ثالثاً تغيير الخصائص البصرية لمادة BMMA. دعونا نتعرف الآن حول خصائص ومميزات مادة البوليمر. من خصائص مادة البوليمر هي أولاً تتميز بشفافية عالية، ثانياً خصائص بصرية ممتازة، ثالثاً صلابة سطحية عالية، رابعاً قوة ميكانيكية، خامساً مقاومة ممتازة للطقس، سادساً مقاومة كيميائية، سابعاً خصائص كهربائية وعازل جيد، ثامناً قابلية معالجة ممتازة وذلك بإضافة مواد تلوين خاصة لمادة البوليمر. أما من مميزات مادة البي ام ام اي، أولاً الكتلة الجزيئية النسبية عالية نسبياً وتصل إلى حوالي 100 ألف، ثانياً أقل شوائب وذات شفافية عالية، ثالثاً أكثر شفافية من الزجاج الغير عضوي، رابعاً تم تحسين المتانة بشكل كبير مقارنة بالزجاج الغير عضوي وليس من السهل أن يتم إزاحته، خامساً من السهل تكوينه من الزجاج الغير عضوي ويمكن بسهولة تشكيل المنتجات أكثر تعقيداً. الأغشية الرقيقة: إن الأغشية الرقيقة هي عبارة عن طبقة أو عدة طبقات من الذرات محضرة على سطوح زجاجية أو معدنية أو بلاستيكية لا يتعدى سمكها أحياناً مايكروناً واحداً، سواء كانت هذه الأغشية مشوبة أو غير مشوبة، وفي حالة الحاجة إلى الأغشية الشفافة محضرة بدرجة حرارة عالية عندها نستخدم السطوح الزجاجية بدلاً من السطوح المعدنية. تمتلك الأغشية الرقيقة Next. تمتلك الأغشية الرقيقة خصائص ومميزات لا تكون متوفرة في تراكيب المواد الأخرى، فحقيقة سمكها المتناهي في الصغر وكبر نسبة السطح إلى الحجم منحتها تركيبا فيزيائيا فريدا يضاهي تركيب أحادية البلورة أحيانا. Next. من تطبيقات الأغشية الرقيقة وطرق تحضيرها: تطبيقات الأغشية الرقيقة، أولاً الطلاءات البصرية والخلايا الفوتوفولتية وأشباه الموصلات والخلايا الكهروضوئية الكيميائية والعدسات الإلكترونية وشاشات العرض المسطحة وتخزين البيانات والمكثفات الفائقة وأجهزة الاستشعار الغازية. Next. من طرق تحضير الأغشية الرقيقة Next. تحتوي طرق الأغشية على نوعين، طرق كيميائية وطرق فيزيائية. الطرق الكيميائية تتضمن الترسيب الكهربائي، طريقة التغطيس، الرش الكيميائي الحراري. أما الطرق الفيزيائية فتتضمن الترذيب، التبخير الحراري، والتبخير بالليزر والصب، وغيرها من الطرق الأخرى. طريقة العمل: قمنا بإضافة 0.5 جرام من مادة البوليمر BMMA مع 15 مول من مادة الكلوروفوم، وتم وضعها على المازج المغناطيسي ولمدة 4 ساعات إلى أن ذابت مادة البوليمر تماماً، ومن ثم قمنا بترسيبها على شرائح زجاجية وتركها لمدة 24 ساعة، فحصلنا على غشاء BMMA، ثم تم تعريض هذا الغشاء إلى الفيض المغناطيسي ولمدة 5 دقائق،
وتم تعريض بعضها على جسيمات ألفا لمدة دقيقتين، ثم قمنا بفحصها بجهاز اليوفي، حيث تم الوصول إلى النتائج الآتية. Next. أولاً، تمثل العلاقة الآتية ما بين الامتصاصية على محور السادات والطول الموجي على محور السينات بالنسبة للغشاء النقي والغشاء المشع بجسيمات ألفا. Next. العلاقة بعدها كذلك توضح العلاقة بين الامتصاصية والطول الموجي للغشية المتعرضة للفيض المغناطيسي وبقيم مختلفة من التيار. Next. وكذلك العلاقة بعدها بالنسبة للأغشية التي تم تعريضها لجسيمات ألفا والفيض المغناطيسي معا. Next. ومن ثم وجدنا العلاقة ما بين الامتصاصية المباشرة على محور الصادات والطاقة على محور السينات للتوصل إلى قيم نطاق حزمة الطاقة، والتي كما موضحة أمامكم العلاقة الأولى بالنسبة للغشاء النقي والذي يحتوي على إشعاع. Next. أما بالشكل التالي بالنسبة للغشاء الذي تم تعريضه للفيض المغناطيسي فقط. Next. وأيضا بالنسبة للغشاء الذي تم تعريضه للفيض المغناطيسي والإشعاع معا. Next. وكذلك تم إيجاد العلاقة بين الامتصاصية بالطريقة الغير مباشرة والطاقة أيضا بالنسبة للغشاء النقي والمشع. Next. والغشاء المعرض للفيض المغناطيسي. Next. وكذلك الشعاع المعرض للفيض المغناطيسي والإشعاع معا، فحصلنا على قيم فجوة الطاقة. Next. كما تلاحظون أمامكم في الجدول اختلاف Next. اختلاف في قيم الإنيرجي جاب وكيف تكون الأقل من قيمتها في الغشاء النقي والاختلافها مع قيمة الإنيرجي جاب بالنسبة للغشاء المعرض للإشعاع أو الغشاء المعرض للفيض أو الإشعاع المعرض للإشعاع والفيض معا، نستنتج من ذلك. Next. نستنتج بأن مقدار فجوة الطاقة تقل، وبالتالي تم الحصول على غشاء أقل عازلية كهربائية من الغشاء الأصلي للبي ام ام اي. ايضا نلاحظ تاثير الاشعاع ادى الى تغيير الخصائص الماده، وبذلك يمكننا الاستفاده منها بتطبيقات عده. Next. من توصياتنا لهذا البحث، اولا العمل على تشريع ماده البي ام ام اي في الاشعه الغير مؤينه مثل اشعه جاما. ثانيا العمل على تشريع ماده البي ام ام اي في جسيمات بيتا. ثالثا العمل على تغيير عدد لفات الملف لبيان تأثير المجال المغناطيسي على المادة. Next. وشكرا لحسن إصغائكم. أحسنتي باباتي، نفتح المجال إلى أي استفسار أو أي تساؤل. نعم أكيد دكتور. هذا مشروع البحث مال المرحلة الرابعة دعاء؟ نعم دكتور. عاشت ايديكم، شغل حلو. شكرا دكتور. شكرا. ليش اليوم شوية الصيام خلاهم ما يسألون زايد؟ هاي من الزينات ها؟ اي اللي هاي من الزينات. لا ان شاء الله ماكو شيء، ما طول يعني ان شاء الله مشتغلين بحثنا بايدينا فماكو صعوبة ان شاء الله. لا شغلك يقولوا لك شغلك كلش حلو، صار دكتور محمود عابدين، والنعم منك بابا وكل التوفيق لك ولزميلاتك.